اسعد الله صباحكم مشاهدينا الاحبه اينما كنتم، ارحب بكم اجمل ترحيب، حياكم الله وبياكم في حلقه جديده من برنامج واحد من الناس اللي دائما يكون قريب منكم ويسلط الضوء على اهم المشاكل اللي موجوده اللي نتعرض لها دائما او نتعرض لها لانه مواطنين الاحبه. شوفوا بطريقه لفظنا احنا حتى من لفظناها انه احنا اللي نكون ناقلين لاصواتكم ومسؤولين عنها، لهذه الامانه اللي بصراحه امانه بالنسبه لنا كبيره جدا، ولازم نوفيها ونوصل الى مواطنينا الاحبه وناسنا واهلنا واصدقائنا وزملائنا في كل مكان. البارحه في مهرجان، اليوم في شارع تجاري حي صناعي، باكر الله اعلم في مكان اخر. والدليل انه دائما نكون بصراحه عين الناس، لانه نعرف المشاكل اللي تكون يعني تحديدا بهذا الوقت من الازمات اللي تمر بالبلاد، يعني ازمه اقتصاديه وازمه سياسيه وتاثيراتها على الناس. يعني الازمه السياسيه احنا كان في تصورنا ما تاثر بشكل مباشر على الناس، يعني باعمالهم بشغلهم، مصلح مثلا ما سيارات شو له علاقه بالسياسه؟ لا، الان اصبح له علاقه وتيده مع قضيه بياناتكم السياسيه واموركم السياسيه اللي تسولفون بيها. اكيد انا هذا خطاب للساسة العراق، اكيد يتاثرون ويتاثر السوق ويتاثر تتاثر هذه المناطق الصناعيه اللي هي قديمه جدا. احنا الان بالكراده، يعني قلب بغداد، واحنا قبل سنه تقريبا او اكثر من سنه اجينا بنفس المكان وحشينا عن نفس الخدمات اللي تعانيها هذه المناطق، وتحديدا مناطق الكراده. يعني الكراده اللي يتصورها البعض انه هي جنه، لكن اذا تدخل بافرعها مثل حال المنصور، بس الصيت فعلا، لانه المنصور عندك شارعين او ثلاثه نذن الحلوات وطب الافرع تلقاها دمار. يعني نفس الشيء الكراده الاسم يعني وهيبتها وناسها القدامى اللي موجودين يعرفون، يعني انسان جاي يحكي يعرفون الرسائل اللي ارسلها للمتلقي، بلكت الله يعني يتحرك. يعني احنا مو بس الافرع او الشوارع الرئيسه اهتمامنا بيها وبمظهرها وبصبغها وتبليطها، لا، يحتاج انه ندخل الى افرعها حتى نشوف واقعها. فاحنا ندخل في كل مكان، يعني تلقونا في شارع، تلقونا في قاعه، تلقونا في متنزه، تلقونا في كل مكان. اليوم بالحي الصناعي بالكراده، يعني قرب محكمه الكراده دار القضاء، وطبيعي جدا من تلاحظ هذه الصوره الان اذا تشوفها علي يتهيأ لك انه يابا ترى في منطقه، انت اولا خارج بغداد، منطقه صناعيه خارج بغداد، ويتحسسك انه هذه المنطقه بالشتاء، اذا تجون بالشتاء وتشوفون هذه الحاله، المنطقه اغلب المحال التجاريه تعزل لانه هاي تفيض، لانه هذه منطقه ناصيه، وهذه انا مار بيها، يعني مار بيها بهذه يعني بالشتاء بصراحه تغرق، اذا يكون اكو مطر مستمر تغرق هذه المناطق. وما صار بيها اهتمام، يعني ما صار بيها اهتمام من قضيه الخدمات، لانه الخدمات في اغلب الشوارع بمناطقنا بالكراده تحديدا، يعني قلب بغداد، هي نفسها اللي كان سابقا نفس المشكله اللي تعانيها. يعني حتى وان كان بها اعمار، بس الامانه يقولون مثلا يعني احنا عندنا هم نشتغل، وهذا طبيعي تشتغلون في اماكن او تعيدون تبليط هو مبلط اصلا، يعني فمتعيده راح يعني اكو شوارع اكثر حاجه مما يكون يعني رفع التبليط ويرجع يتبلط، وهذه التفاصيل اللي بيها إضاعة للمال. يعني عموما هذه الكرادة،
وهذا وضعها وهذا وضع الناس اللي تحديدا في هذا الحي الصناعي اللي هو حي صناعي مهم. وبالنسبة للناس اللي دائما يكونون بهذه المناطق يكون عملهم مستمر المفروض، لأنه الحاجة الآن موضوعة الاستيراد في أحدى بيانات رئاسة الوزراء أنه المستوى القضية الأمريكي ودخول السيارات الأمريكية المضروبة وتصلح داخل العراق ويكون بها عمل يعني تصليحها وصيانتها، هذا ممكن يعني شوية يشغل الحركة التجارية بالنسبة أو يحرك السوق بشكل أو بآخر. لكن إذا تبقى القضية بها إهمال لجهة دون أخرى فأكيد راح تكون بها ردة فعل لحركة يعني الحركة التجارية. وأنا أشوف أغلب محلات يعني موجودة هي محلات قديمة لكن مغلقة، ومغلقة بعدة أسباب، يعني عدة أسباب مغلقة هذه المحلات أكو بعضها أنه لسبب حركة التجارة قليلة بها موضوعة السلع ارتفاع السلع اللي اللاعب الأساسي الدولار اللي صار، اليد العاملة الآن يعني مرتفعة، عدة قضايا. لكن هذه المفروض ما توقف شغل، يعني بصراحة ما توقف شغل، لأن الحركة التجارية دائما ماشية ويكون بيها عمل مستمر. يمكن اللي أقصده أنا الأمريكي ودخول الأمريكي اللي السيارات الأمريكية وصيانتها هنا هو هذا اللي يمكن يشغل السوق أو يحرك المنطقة، هذه المنطقة صناعية. السلام عليكم، شلونك عمي؟ شو أخبارك حبيب؟ رمضان مبارك وكريم وصحة وعافية. حبيب قلبي شلون عافية؟ حبيب قلبي شلونك؟ شوك يخليك شوك نعم الحمد لله. شلون صحتكم؟ نعم ذاتهم بخير. الله يخليكم، الله يعطيكم الصحة والعافية. سلامتك. الله يخليك، الله يخليك حبيبي. شلون شغلكم عمي هالأيام؟ والله شغلات تفاوتوا. هذا اللي تفاوتوا شغل فاتر. مو طبيعي. هو شكل مو طبيعي فاتر. إيش عجب؟ عجب شو نقول؟ ما نقدر نحكي، كلها يبي الدولة. هي شغلك هي تقعدك. مو صحيح؟ وتقعدك الدولة هي شغلك وهي صعدت اللي هذه صعدت. صعدت الدولار قصدك؟ صعدت الدولار بعد شغل ماكو ونسى الأوضاع مو زينة. أنتوا شغلكم قدامة بالمنطقة مو جدة حتى يعني على المعام. يأثر علينا مين يجيب؟ مين يجيب هذي؟ اللي يصلح مين يجيب؟ لا ما عندنا فلوس مين يصلح؟ يعوف مرة سنة يشتغلون بديهم. يعني يشتغل لما السيارة يشتغل بديه. ما يجيب لك إياها. إلا الشغلات اللي توقف. ما يقدر لا يجيب شلون؟ هو لا تشوفوا ترى كلها زين السيارات مالتهم مال المحلات هاي مالك طول مال المحلات هو سب بلاش هو سب يعني قصا لك هذه صار لي دارت حوالي 40 سنة ما شاء الله الله يخليك صح ويعني. الله يخليك يعني التسمية هذه المنطقة ايش صناعة صناعة الكرادة محكمة الكرادة بس هي كلها مصايب الحكومة الدولة هسه فتحوا لكم هذا الامريكي مو بعدها بعد ما فتحوه بعده اي بعد هاي بس حكي انا قبل شويه قلت نزلوا بيان ودخول السيارات الامريكيه مضروبه يدخلوا بس هو شنو ناس وناس تشرب اه اي بيها بالمزال الواس يدخلون يدخلون ما يدخلون في حال دخلت السيارات المضروبه شنو سادي العزيز سبير باس بدا يجي وياها سبير باس بدا يجي وياها بدا يصلحونه بس السعر كله غالي حتى يمكن انا هسه من اشوف اهل الصناعه القدامى مثل حضرتك يمكن هم صاروا معدودين شباب انتهوا كبره بعد راحوا كبره وتركوا يمكن مصلحه ابنه ما يجي بعد لان يشوف الوالد مصلحته شوي شوي انتهت هي انتهت للاسف انتهت شو سوى هاي الحمد لله حبيب قلبي انتم ما تتوا حبيب قلبي انتم الاصل حبيب قلبي الله حبيب قلبي عامل وياكم وانا وياك اثنين ها اي لا الله يخليك الله يعطيكم الصحه حبيب قلبي الله يبارك فيكم حبيبي عمي الله يعطيك الصحه والعافيه. يعني انا قبل شويه قلت انه
الامريكي موجود يعني يدخل. اذا هسه انا تفاجأت من اهل المصالح ناس وناس، وهو هذا اللي يخرب الشغل بصراحه. يعني ناس وناس ما هذا مو شغل يعني. السلام عليكم عمي، الله يساعدهم. شلونكم عمي؟ شو اخبارك؟ اهلا وسهلا. الله الكريم مبارك عليكم جميعا. شلون الصحه؟ اغاتي هلا بيك. امر شلون الشغل يوم؟ شغل نعمة الحمد لله. نعمة؟ ايه ماشي؟ ايه ماشي ماشي الحق ماشي الشغل. عم دعتك من البصرة وجاي اصبغ عنده، رجل معروف ورجل يشتغل له 50 سنة بهالمهنة هاي. وانا من البصرة شغل مضبوط، جيت علي من البصرة يصبغ لي الدعامية الامامية ويرتب لي السارة يبولي شيء. هذا الرجل انسان معروف. هسه بموضوع الصبغ والبوليش هاي والله منتين، هذا مصلحته ويعرف خير ان شاء الله. بالفليسات شلون؟ بالفلوس؟ بالفلوس قص نقص. انا خطار من البصره بس لعب عمي. قلت له والله اريد وجبتهم ان شاء الله. والله وجبتهم اي. لا قلت له والله عود، قلت له اريد مرة عمي وساعدني. قال لا ما يصير. قلت له بعد كيف معروفتهم طيبين يعني مو قدامه هذا والله. يروح هناك يضيفوه وميته هو. يا عمي انا بزاد اريد. معلقه ابدا معلقات من الاسد بالساعة. حياك الله. من البصرة؟ من البصرة؟ من نفس البصرة. اي لا حافظ. شلون اوضحها بالله؟ الحمد لله بخير. نعم. هي شغل هي بيها حركة. هي حركة العراق كلها هي البصرة. اي حتى سكنها يعني الاراضي القطع اغلى من بغداد بهواية. اي بصرة اي اي لان العمل بيها متوفر ازيد. زين شغل. انا هسه ذاك اليوم بمصدر العمالة قالوا لي والله احنا نجي من البصرة. يعني يعني واحد حاجة. واحد يعني جاي من البصرة على مود يشتغل عمالة ب 20 ب 25 كذا هو هناك يشتغل مهله وبراحة قلبه يعني. اي عمل متوفر بالبصرة. اي اي ماكو يعني. سيارات الامريكا عم تدخل لو ما تدخل هسه؟ لما تدخل صار شغل بيها. اي صارت حركة اصولية وتتعمل. كانت تتعمل بالاردن يعني تخلي الاردن يستفاد والعراقيين هنا يستفادوا. كثير راحوا لهناك؟ كلها راحت هسه رجعت كلها رجعت. قام يشتغلون هنا بدل ما يروح لهناك يجي هنا يشتغل. ابو التاكسي يشتغل، ابو الكهرباء، الحداد، السمكري، حتى الصانع، حتى كلها تشتغل. الحمد لله. لان هي حركه العمل هي بالسيارات. القدره الشرائيه للناس يمكن قلت فما جاي يشوف هواي بحركه تجاري. لا لا اكو لا حركه اكو يعني هسه بنيد ينضرب يروح يشتري بنيد. زيارة مدعومة تشتري شامولة تشتري دعامية تشتري إيه بس يعني صحيح. أنا أعتبرها أولا لازم أن ينزل موديل يسلطون موديل لأن تدري أنت نفس الشوارع. أي نفس الشوارع. أي اختنقت يعني. المريض اليوم يوصل يمكن إذا حالة خطرة يعني بصعوبة. أي بصعوبة. يمكن هسه بالمحافظات مثل البصرة والناصرية مثلا من يجي لبغداد ويشوف الازدحام بعد ما يطبلها. وكل المحافظات البصرة حتى بالبصرة. حتى بالبصرة والله ازدحامات جسور خلوا ما في. اي لان كثرة السيارات. ابو المرور ايش سوى هسه؟ قام يسق السيارات هسه. كان يبيع رقم من الدولة تبيع رقم. هسه لا شالوها. هسه قام سق السيارة مكانها. هذا صحيح. السيارات القديمة سقط بأذني الزغار ماكو سقطها. بس انا ارجع اجيب سيارة. اجيب سيارة اروح للمرور راسا اسجل رقم. دوش خب سق السيارة خذ رقم. حتى تخف الشارع يخف. هو الشارع يخف بس المرور هسه شوي يصير يعني سيارات ذني قديمة كلها تروح. هو المفروض. هو هذا المفروض. هذا تكاتك المفروض ما ينزلون هالقد. تكاتك ما شاء الله. اي اي بعد هم بالتاكسي ما راح يشتغل. اي 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 لا بس بغداد ما يتجول هسه. ما تجويل هنا ما مو ما يتجول. هو استاذ زحم لان ما يحترم الشارع، ما يحترم النظام، ما يحترم كذا. اي اي وهذا طبعا رزقهم. هو رزقهم هسه. بس هو لازم بقانون يكون قانون مجاز. انسان يكون كبير واعي لان هاي تصعد ويا عوائل وتصعد ويا ناس زين وتشوف هاي زارق من هنا ومن هنا. هذا شلون ما يعني. انا جدا ممتن وجماعه بعد داريهم توجبهم شوي يضغط على نفسه. لا يقول وجبتكم. عوافي عوافي. حياكم الله. الله يديمكم. الله يحفظكم. يعني بشكل الان احنا من نسولف عن محافظه البصره على سبيل المثال
حبيبي والله جاي، والله جاي نسولف بالله الكريم، من نسولف على قضية ال أربع سنوات ما طاب سيارة بلدية لهذا الشارع. طبعا لأنه طب شو تحصل يعني، ما يعني هو الناس هم قاعدة فما يحصلون شيء الأخوة بالبلدية، وهو الشارع حتى ما مبلط يعني، طب شو يسوي له يعني، ما مشكلة يعني. هو المفروض أكبر من قضية أنه رفع النفايات، لا أكبر القضية أنه دا ما تكون بنى تحتية جاهزة لهذه المناطق فطبيعي ما راح يكون أكو بها يعني، ما راح يكون بها اهتمام. إذا أنت الآن تشوف الكرادة يعني، تشوف الكرادة يعني مش مصيبة يعني، مشكلة يعني، صعبة صعبة من نشوف أماكن المفروض تكون يكون بها اهتمام أكبر تشوفها بهذا الحال يعني. هذا لحالة المفروض ما نشوفها في شوارع بغداد، بغض النظر عن الكرادة أو غير أماكن، لكن أنت من تلاحظ الوضع الآن بهذه الشوارع الرئيسة تحس أنه مهملة عمدا يعني، بصراحة تحس أنه مهملة عمدا يعني. شو يصير يعني، شو يصير إذا يتبلط هذا الشارع مثلا، شو يصير يعني، خسارة للدولة طبيعية له. وهذا صار لعمر الشارع يعني، تتحدث أنا أتحدث عن الأخوان صار لهم 40 سنة و50 سنة، فما مرة أو حتى وإن كان بلط سابقا، أنا اللي أشوفه أنه برصيف مدفون يعني، يعني كان أكو تبليط إلا حاليا ما أكو أي معالم للعمل البلدي، ما موجود للأسف يعني. طبعا اللي ما يعرف بموضوعة السيارات، السيارات المضروبة بهذا الشكل يعني يكون عمل متعب وعملهم مو سهل، وترجع هذه السيارة طبيعية وشغلها يكون طبيعي، لكن عملهم متعب بصراحة، عملهم متعب ويحتاج إلى خبرة ويحتاج إلى قدرة تحمل وقوة وحتى يشتغل يعني. هذه الأمور المهمة اللي لازم تكون يعني مسؤوليتها بشكل مباشر هي المؤسسة الحكومية اللي لازم توفر الفرصة وتوفر العمل إلى المواطنين يعني. العمل بيها ترى مو سهل، هالاختصاصات وخبرة يعني، من يدور وجهه بعد سنة سنتين يشوف الحال بتراجع، هي أكو مفارقة يعني، أكو مفارقة. الآن المواطنين يعني سيارات عدد لا يعني لا يستهان به، وبالمقابل انه عمل لهذه يعني عمل صناعي يخص السيارات وتفاصيلها هو ماكو، فاكو مفارقه يعني. طيب شلون تمشي الوضعيه، شلون يتحكمون، شلون يكون اكو سوق، شلون يكون اكو اهتمام، و يأشرون يا جماعة تعالوا خلنا نشوف. فطبيعة العمل اللي الآن، العمل الميداني اللي تلاحظوه، احنا قبل شوية ذكرنا قلنا انه تسقيط السيارات القديمة على سبيل المثال، وهذا طبيعي طبيعي، لازم هذا إجراء حكومي يعني، يكون بها إجراء من دوائر المرور اللي هي المختصة بهذه القضية، وأكو دراسة المفروض تكون لدراسة للواقع، الواقع اللي تعيشه المحافظات وتعيشه بغداد على وجه الخصوص، لأنه اختنقت يعني، ماكو باركات لوقوف السيارات وغيرها. السلام عليكم، شلونك حبيبي؟ رمضان مبارك وكريم علينا إن شاء الله. الله يسلمك، إن شاء الله زين. الحمد لله، الله يرضى عليكم، شلونكم؟ نظرة زين يعني، شفتك الحمد لله والشكر. سوينا لقاء قبل، أتذكر قبل سنة؟ اي تقريبا، كان على مود السيارات. اي شنو صار جديد؟ لو نفس الوضع نفسه هو بالعكس، جاي يتأزم الوضع اكثر واكثر. اي والله يعني وضعيه العمل فد مره تعبانه، الامور تعبانه مو مثل قبل يعني. اللي تعبها شنو؟ اللي تعبها الظروف هسه، هاي
مسألة تشكيل الحكومة يعني. يعني وضع سياسي أثر على شغلة فيترية مثلا. أكيد أكيد هو على المجتمع، هو بصورة عامة يعني العمل مرتبط بالسياسة بالعمل يعني. زين يعني هسه كل المشاريع متوقفة، الموازنة ما مطلوقة، يعني الدولة إذا ما تطلق الموازنة زين وتحرك الشارع من الوزارات تجيها موازنة راح يصير عمل، راح يصير بناء، راح يصير أشياء هواية. أنا حتى شفت هسه محلات إنه مغلقة يعني، ناس يمكن جوز الإيجارات هنا الإيجارات غالية هنا صارت، يعني صارت صعبة مو مثل قبل. يعني إيجارات محلات ناس أغلب المحلات أقل إيجار 500 400. زين يعني عدا الكهرباء عدا زين، احنا مثلا اصحابين عوائل ورانا ايجارات ورانا ما جاي توفي، المصلحه ما جاي توفي مو مثل قبل للاسف. والله ايش تسوي، الحمد لله قديم يمكن قلت له بوقتها اكثر من 25 سنه. لا انا من 82 هنا بهاي المنطقه. اي نعم يعني احنا ربينا هنا بهاي المنطقه ووضعها كلها. كنا قبل الحمد لله والشكر شغلنا بالثنتين نعزل، كل ما نطلع مصرفه نطلع يوميته، الوضعيه مستقره ومرتاحين. لكن هسه لا امانه الله يعني تجي ايام يعني حتى ما نستفتح، يعني نرجع لبيوت مثل ما نجي مثل ما نروح. حتى الجانب النفسي يلعب دور بهذا. اكيد اكيد هي يعني كل الضغوطات، يعني ضغوطات الحياه اضافه الى هسه انت تريد تروح هسه منطقه مثلا رايد لك اقل شيء مشوار مالتك رايد لك في الساعه. زين أهل السيارات اللي كانوا يجونا يتعنوننا يعني كان يجي الشوارع فارغة، هسه قاموا يصلحون بالمناطق الشعبية. يصلح يعني صارت حتى المصلحة مو فقط يجي الحي الصناعي. لا ما يجون أغلبية، يبقى بس هو الزبون اللي متعامل وياك أو معميلك مثلا يتعنى لك، بس يجي هم الضجور يقول أنا وصلت أنا هاي ساعة بالطريقة على ما وصلت لكم. زين للاسف والله نشوف المصالح بهذا الشكل وماكو اهتمام. لا الحمد لله على كل حال هو رزق هذا، بس هي بيها اسباب يعني. اكيد هي الاسباب هي كل هاي الدوافع هاي يعني تيجي من نابعه من خلال السياسه. يعني احنا هسه لو البلد مستقر وموازنه مطلوقه، احنا طبينا بالخامس والموازنه ما مطلوقه، زين شلون شو وقت راح يصير العمل؟ زين سنه ختاميه ماكو، زين هاي الفلوس مال الموازنه وين جاي تروح؟ زين تخصيصات وينها؟ لا مستشفيات لا تربيه، يعني كل الوزارات متوقفه. ماكو حركه عمرانيه ماكو يعني. اكيد هو لو اكو مشاريع هسه مثلا حتى اغلب هسه ذولا اهل الشهادات، يعني هسه لو اكو شركات مثلا يقدر يتعين بشركه، يقدر يتعاقد بشركه، هاي الشباب كلها عاطله عن العمل. يعني ياخذ الشهاده اهله يتعبون عليه وبالاخير ماكو قاعد بالبيت ما له كل عمل ولا كل فرصه. انا جدا ممتن عزيزي ان شاء الله اشوفكم بخير وسلامه. والله واحنا هذا واجبنا، واحنا بصراحه من نوصل لهذه المناطق ونرجع لها مره ثانيه ومره ثالثه، الغرض انه نشوف والله اكو بها تحسن تغير بها شيء، لذلك نشوف يعني نفس احنا بوقتها كنا صار موضوعنا على مود السيارات اللي كانت تجي، يعني كانت هم محركة الشارع، يعني كانت ذن السيارات تجي اكو تجيك مثلا سياره هاي تشتغله من توقفت متوقفه ولا مفتوحه؟ هسه ما متوقفه، موجوده مفتوحه قليله يعني اللي جاي تجي مو مثل الطموح، يعني سيارات هوايه وتجيك مثلا والكل تشتغل. هي اللي جاي تجيك مثلا طب لنا الحي الصناعي نقول فد 10 سيارات، زين هو حي صناعي كامل يعني لو 400 محل اكيد، يعني انت ذاك يشتغل هذا ما يشتغل. زين جدا ممتن عزيزي، الله يعطيك الصحة وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا حبيبي، الله يعطيك الصحة والعافية. يعني هذا واقع حال يعني بشكل للأسف إنه نشوف الطريقة، يعني إحنا نتمنى إنه نجي مرة ثانية نلقى أكو حركة يعني شغل، ما نجي ونشوف إنه واحد يباوع بوجه الثاني. يعني أصحاب المحال أصحاب يعني أصحاب التزام، يعني
التزامات عندهم، طبيعي اكو التزامات لان القضيه هي يعني القضيه المحل هو التزام ايجار، العامل هو التزام ايضا، الكهرباء هي شغلهم على الكهرباء هم التزام، وعده تفاصيل بيها التزاماتهم اللي المفروض تكون يعني يكون اكثر درايه بقضيه هذه التفاصيل هم اصحاب المحلات، يعني اصحاب الخبرات اللي موجودين. خلينا نشوف اصحاب المحلات اللي الان يكونون بهذا العمل. السلام عليكم حبيبي، شلونك كابتن؟ شو اخبارك؟ الحمد لله زين. ان شاء الله زين. الحمد لله. شلون امورك؟ الحمد لله الحمد لله زين. زين ان شاء الله؟ الحمد لله. من وين؟ قاعد منورين. ذابين الحمل عليه؟ اي روح روح لهم عود. روح لهم؟ اي روح لهم. جيت نعم؟ اي. ايش قصر لك بها السيارة؟ سالها بالاسبوعين. اسبوعين اي مو ما تشتغل على كيفك تشتغل؟ لا يا بشتغل بيها. اشتغل بيها ايش عندي؟ والله. موفق حبيبي. والله هاي امريكي مو جاية؟ ايه. يعني هسه الامريكي تدخل تجي يعني بسهولة. اي عادي. مشكور يا حبيبي يا طيب. ورده ورده. السلام عليكم. قواكم الله. رمضان كريم مبارك. دابين الحمل على الولد ليش برا خالينا؟ ها وانتم منورين هنا. شلونكم زينين؟ شو اخباركم؟ مرتاحين ان شاء الله. شلونك عمي؟ الحمد لله. شلون صحتك؟ والله على الله. مرتاحين؟ ان شاء الله خير. شلون شغلكم هنا؟ والله كواك. كواك زين، مش وضعه؟ يعني ها. هيش وهيش. زين طلع ايجارك والخبزه هاي هي. نعم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. قصالك هنا بالمنطقه؟ والله صار لي 40 سنه. الله يعطيك الصحه. الله يعافيك. رحمه الله. سوقكم قديم او الحي الصناعي اللي تشتغلون به هو قديم مو جديد. والناس تعرفه من زمان وعندكم معامل. ايش عجب حركته محدوده صارت بهالفتره وانت بنص بغداد يعني كرار؟ مو هي الاوضاع مو زينه حسب الاخبار يعني تشتغل انت. لا اكو عندك فت خبر زين لا فت شيء، شلون يعني يصير عندك شغل؟ تاثرون بالاخبار. حتى العده اللي يريد يشتغل هم ما يقدر يعني يقول لك خاف يصير شيء خاف فلان شيء خاف هذا. مو؟ يعني حتى اللي عنده شغله ضروريه وشلون يصير سوق؟ غير اخبار زينه اخبار يصير سوق، هذا يقوم يصلح ذاك يقوم يشتري ذاك يقوم يبيع. بس اذا اخبار كلها مو زينه كده فتوقف السوق. موضوع الدولار هم الدولار عندك صاعد هو اللي خرب الدنيا كلها. الدولار اي عجيب. اي طبعا يعني ما فتح لكم باب الدولار يعني باب تجاري اخر؟ يعني مثلا بما انه ارتفاع الاسعار والسيارات صارت ايضا هم ارتفعت سعرها وارتفعت البضاعه اللي مالتها يد العامله هم ترتفع طبيعي. ما تقدر ونفس الشيء بالنسبه لنا نفس الشيء يعني كان دولار 120 وهسه ب 150 هو نفس الشيء. يعني اسعارنا نفس الشيء، يعني ايش قد صار خساره؟ يعني موادك اللي كنت تشتغل يعني المواد كلها زادت. لا اليد العامله زادت ولا شغلنا زاد، كل شيء ما زاد. الله يكون بالعون. الله يسلمك رحمه الله. الله يعطيكم الصحه والعافيه. رحم الله والديك. ربي يحفظك. الله يسلمك رحم الله. ملهيهم عن شغلهم وجاي يسولف عليهم. لا احنا استغلنا شوي نرتاح. ايه الله يعطيكم الصحه. الله يسلمك رحم الله. سعيد جدا. اهلا وسهلا حبيبي. استري عمو استري حبيبي ورده. شلونك حب؟ شو اخبارك؟ الله يخليك يعطيك السلامه. لا والله عندي عمل هنا. ها عمل؟ اي والله. زين شلون الجماعه وياك وليش جيت الحي الصناعي بالكراد؟ والله عجب ظروف الحياه صارت هالشكل ورهمت انه نشتغل هنا. اشتغل هنا لو عندك سياره صح؟ لا نشتغل هنا. اي والله موفق ان شاء الله. الله يحفظك رحم الله والديك. مثل ما قال قبل شوي الحاج انه هي بكل ترى مو فقط هنا حي الصناعي كل عام كله يعني هو تقريبا يعني شو اسمه يقول لك كاس عالمي هو من صارت الحرب مال روسيا هم قبلها اي صارت كاس عالمي. اعتقد احنا من صار الدولار ارتفع وصارت به مشكله ايوه الدولار تضربات الناس تضربات الدولار هم صارت يعني وقفت السوق كله. اختصاصك شنو؟ انا اختصاصي شو اسمه حدادين مع سيارات. الله يحفظك. بس هو يعني الله يحفظك الله يخليك يا طيب. هو الوضع العام كله هو واقف السوق. اي بكل مكان يعني. نروح مرات السوق مخضر يقول لي والله سوق مخضر هو واقف. اي صحيح السوق كله واقف.
كل يعني مخضر كلها قاعده كلها تشكي من الاوضاع بالسوق. انا اشوف القنوات وهاي الناس الله يساعد الناس على اهل العيشه هاي. يساعد اللي ما عنده يعني والله العظيم اللي يتحرر ابو الايجار شلون يدبر عيشته؟ اكو ناس وايد قاعده ايجارات هسه هناك. يعني حياتنا صعبه هي صعبه. بس احنا املاك والحمد لله والشكر بس اللي قاعد ايجار صعبه. الله يساعد. عندنا املاك ومناطقنا يعني الحمد لله خير من الله بس الناس الله يساعدهم. انت من نام بغداد؟ يعني من الغدير عندي بيت وعندي بيت بالنواب. الحمد لله. فضل الله. الله يعطيك الصحة والعافية ويرزقك يا حفظك ان شاء الله. الله يسلمك ويحفظك. العمل هو لازم يستمر حتى هاي الظروف اللي هسه نمر بيها وعمل لازم مستمر. لازم يستمر هو هاي شو اسمه يعني الحياة هالشكل يعني الله يسلمك ويحفظك الله يخليك تحياتنا الله الله يسلمك ويحفظك الله يخليك دارينا صاحب التنعيم الله يحفظكم ان شاء الله حبيبي هاي اليوم داريناك هواية بعد ترى حبيبي حبيبي لا عاشت ايدك خوش اشتغل حبيبي الله يحفظكم ان شاء الله الله يسلمك ويحفظك طبعا احنا حبيبي اللي الجميل بهذه الناس شلونك عمي حبيبي شو اخبارك ان شاء الله زين الحلو بهاي الناس يعني هي اهل مصلحه واهل خبزه حلال يعني يدورون خبزه الحلال ولا اللي يتعنى الحي الصناعي ويتدمر وبهالوضع هذا وبهالحر والشتاء يبحث عن خبزه الحلال وهذا اللي المفروض نبوس راسه والله ونقدم له الحب والتقدير لانه يمكن عم اكثر مني يعرف اكبر مني سنا يعرف ان الطرق الان التعبانه موجوده ومفتوحه وكل واحد يقدر يشتغل بس اللي عنده ضمير وعنده يريد يخاف مخافه الله عنده ما يروح الدول ما يروح بهذا الطريق حتى شبابنا شوفهم اكو شباب ما يروحون يقول لك هذا ما يصير انا اشتغل به لانه هو مو طبيعتي ولا اهلي ولا عمامي يشتغلون هاي الشغله بس اكو ناس لا تتجه للحرام تتجه للطريق السرقه ما تعرفهم يعني هو جيل هذا ما تعرفه صعب اي صعب فكرته احنا تعلمنا على جيل قديم احنا ما نقدر نعوفه جيل صالك انت انا صار لي 40 سنه الحمد لله الله يعطيكم الصحه والعافيه وعافية حبيبي انت شغلكم انا قبل شويه هم حكيت بالشغل الشغل مو فقط هنا تعبان بكل الاماكن صار بصوره عامه بصوره عامه كل العراق صورة عامة كل العراق الوسط والجنوب بس المصالح ايش عجب عم صارت بهالشكل؟ انه المصالح صارت الاستيراد انقطع عندك الصناعيات كبرت يعني قام ابو الصناعية بس هو محدود كان بس صناعيات بغداد هسه قام يفتحون بالمناطق السكنية اكثر قام يفتح منطقة سكنية قام يفتح ماكو رقابة كانت قبل رقابة اكو كانت تكون قبل رقابة موجودة رقابة موجودة أمانة عاصمة موجودة أمانة هيئة العمال موجودة كان كل هذول يجون هسه لا ما كلها بوق صار يعني في حال انه أنا صاحب مصلحة وما أريد أجر هنا باب حوشي باب الحوش أسوي لي تشامبر وفتحه واشتغل به أحسن من أبو المحل مأجر بحي صناعي هسه موجودة هسه احنا اكو بزيونة واكو بالغدير يعني نشوف محلات فيترية ودهن وصانصات وابو غادي قال مناطق سكنية مناطق سكنية يعني بزمن ذاك الوقت ذاك النظام كان ماكو هذا الشيء اكو رقابة موجودة اللي يفتح غرامة وينسجن اي موجودة هاي يعني لكم زيارات هنا يجونكم مثلا عليكم رقابة اصحاب محلات كان المهنة ولا يجون اجازه مهنه يطلعها له انا اجازه مهنه مال والدي يعني موجوده عندي لحد الان ضامها بالبيت زين هسه وين اكو اجازه مهنه؟ وين اكو رقابه؟ وين العاسمه؟ هو الشارع صار له 40 سنه ما مبلط يسوون اما العاسمه ما يجي يقول لك انا ما واجبي بما انه صار لك 40 سنه هنا انا اللي اشوفه اكو تبليغ اكو رصيف والرصيف يدل على انه اكو كان تبليغ كان لا يجون على اساس يسوون رصيف سووه نهايه الشارع ويغطون الشارع ويسوون مجاري سووا رصيف وعافوه يا سنه بالله سووه يمكن 2006 2007 اها وقت اندفع اي ماكو هذا كله سووه المحلات سبوز جابوه يعني وطلع الصبه القديمه الاصيل كان من تمطر الدنيا المي يوصل لي جاي يعني حتى المجاري سقطوا لنا اياه كان زمان كان انا جاي لهنا للشتاء
فترة من الشتاء كانت مناطق بغداد تغرق، فهاي المنطقة ناصية. اي ناصية المي يوقف بيها. اي ما بالمحكمة حتى عبر الشارع. والمحكمة من اللي تغنفك للي تغنفك. احنا بزمن صدام يحكيها اذا مطغت اليوم بالليل الصبح تلقاها يابسة. بزمن ذاك الوقت. تجي تلقى الشارع نظيف ما في مي. هسه اذا مطغت الدنيا لا يبقى فايض لحين ما تجي تقدم كم شكوى الا اللي يجون. هو اي ما عندنا الحمد لله. على يعني حتى انتم هسه يعني هي مشكله هسه ما تقول الكراده الناس عبال الكراده هسه هاي الكراده قديمه مو هسه هذه هسه هذا انا شو العلاقه بالقديم؟ انا لي اليوم وين استاذي احنا يعني انا جيلي يعني انا جيلي مو 70 انا يعني كراده قديمه الكراده القديمه مو هذا مو هاي الكراده القديمه الكراده القديمه كانت ناسها حلوه ناسها طيبين هسه تغيرت هسه تغيرت بكل معانيها كل معانيها تغيرت ليش؟ يعني تغيرت العالم وتغيرت الاحياء وتغيرت اي يعني حبيبي بس ما عرفت اختصاصك اني صالنصات اختصاصي صالنصات الحمد لله موضوعك بيئه يعني اي بيئه موضوع البيئه بيئه هم اكو اهتمام بيها لو ما اكو لا هسه اكثر السيارات اذا بندخان بالشارع هو تلوثي الجو هذه كانت ممنوعه بذاك الوقت ممنوع ممنوع اي وحتى هسه بدول الاوروبيه ودول الخليج ممنوع هذا السياره تطلع دخان ممنوع تنحجز او تتسقط اي بس احنا هنا بالعراق لا احنا نلوث البيئه احنا نلوث البيئه من تقول لابو السياره يا ابو هذا هيك نظامه هيك نظام يقول لك يا معود هو الجو ولا ملوث ما يقول لك لا انا راح اذي يجوز هذا بيه رب وهذا بيه قلب وهذا بيه فلان شيء مثله والاف والاف مؤلفه مو الحمد لله اي مو احنا جاي تنطون النصيحه عمي تنطونهم النصيحه انا ما انا انصحه بس ما يقبل النصيحه شو اسوي له انا ما مجبور يعني انصحك لك ما قبلت انت انا شو اسوي لك انا ما مجبور انا اسوي لي مشكله وياك ما لي دخل يجوز يسوي مشكله وياخذ ياخذون هذول الفصول والهاي ما نقدر لها والله مصيب اي سعيد عمي حبيبي يعطيك الصحه والعافيه رزقك يا حبيبي رزقكم جميعا والله حبيبي حبيبي عمو الله يخليك يا حبيبي شوفوا يعني انا قبل شويه من حكيت قلت هذا الناس تريد تعتاش من الرزق الحلال وهذه الناس كل الحب والتقدير لهم لانه الناس هذه تريد تعيش يعني هذا اللي يتحول مكانه مكان عمله الى مكان رزق ورزقه يكون حلال ورزقه يكون مبارك هذا يعني لازم يكون اكو اهتمام له لازم يكون حتى وان كانت المؤسسه ما تهتم له المؤسسات اللي هي معنيه بعمله ما تهتم له فاحنا دعواتنا له وسؤالنا عنه ووقوفنا وياه هذه هي هذا اللي نقدر له نقدر نقدمه لهذه الشريحة المهمة ايش قد شباب عندنا يشتغلون بهذه المصالح مصالح متعبة ومسؤوليتك كبيرة جدا وبالتالي تلقاهم يعني تلقاهم محبين لعملهم محبين لرزقهم وهذا طبيعي جدا لازم توقف وياه وتدعمه يعني لازم ضروري تدعمه اغلب الجراجات اللي الان موجوده بهذه المناطق هي بشكل او باخر قلت الحركه بها هسه مو فقط انه نتحدث عن موضوعة الكراده فقط لا نتحدث عن بشكل عام هذه المصالح اصحاب التاكسيات هم الاخوه صار الشغل محدود وعملهم اصبح محدود وابو التاكسي من يشتغل الان الهيئه تريد والمرور يريد والتحويل يريد وعده قضايا كلها تريد منه وبعدين يجي يصلح ايضا هم فرصه التصليح هم صارت اللي الحاجه اللي توقفه يلا يقدر يشتغلها ويغيرها او يسوي في صيانه وهو هذا عمل صار اصبح بهذا الشكل للطرفين للجانبين ما بي مردود اقتصادي او مادي
وهذا المفروض يفتح لك باب للعمل المستمر. عادة احنا من نقول مثلا اليوم عن حلقة العمل والسيارات وتفاصيلها، الواقع من تتحدث به ونقدر نقول السلط الضوء على بعض المشاكل اللي موجودة، المفروض اكو من يسمع، المفروض اكو من يتابع. يعني على سبيل المثال قبل شوية الحجي قال أنا 40 سنة صار لي هنا، ومن 40 سنة لليوم ما يعني صار 25 سنة تقريبا أنا ما شايف مؤسسة تدخل حكومية ورقابية تدخل لنا وتشوف محلاتنا، وهذا يدل على أنه ماكو من يسمع. هذه المناشدات توصل المفروض ينسمع لها، يصغالها البعض حتى يكون أكو حلول. مسؤولية الجميع، والله مو فقط مسؤولية شخص معين، بس مسؤولية الجميع. السلام عليكم، شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ ان شاء الله زين. رمضان كريم مبارك عليك وعلينا. شلون صحتك؟ ربي الله يحفظك. ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله. التليفون بس قاطعتك. لا 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 ماكو شيء. الله يخليك. الله يديمك. شلون وضعك؟ والله تمام الحمد لله. مصلحة ابو تاكسي؟ والله ابو ايه حلو. الحمد لله. مصلحة ابو مصلحة. شلون شغلكم هسه حالي؟ والله برمضان الحمد لله، بس شوية يعني مو تمام. كل المصالح، كل المصالح وقت. ايه. التأثير اللي أثر عليكم بشكل كبير شنو اللي سبب لكم ركود بالسوق؟ هسه المصلحة هي معروفة انه لازم السيارة من تصير بها خلل لازم تجي، وعندنا سيارات هم أكثرها، والاستيراد مفتوح هسه هم صار، والمفروض يخلق لك نوع من العمل يعني. والله هو رمضان ركود يعني، العالم صايمة ونايمة وقليل تطلع يعني، قليل الصالح. وإذا عنده سيارة عاطلة كذا يعني احتمال تأجلها بغير وقت. يمكن إلا الشغلات الضرورية. إلا الشغلات الضرورية مثلا توقف السيارة، يلا يجي أبو السيارة يصلح. أي بلنما الشغلات الخفيفة كذا ما. تتماطون على التصليح وعلى التسعير. لا والله مسهلين إحنا ويا العالم، يعني نأمن نسهل أمور العالم والله يسهل أمورنا إن شاء الله. الله يحفظك. هي مو قضية إنه تلزم سعر، لأنه أنت بحاجة بمصلحة، بحاجة لكسب الناس. نعم. لازم. نعم نعم. هو حقيقة إحنا يعني ما حنا فرع، ما يطب لنا بس المعامل، المستطرق من المستطرق ما يجي، يجي على الشارع. بس الرئيسي بس داخل فرع بس المعامل يطب لنا. زين. بعدين هو رزق يعني. رزقكم ان شاء الله على الله، وهو رزق على الله الحمد لله، بالتالي واحد على واحد ورزق الكل على الله. ايش قصة لك هنا بهالمصلحة؟ والله من 79 قديمي قديم. نفس المكان؟ نفس المكان. اي نفس المكان. قبل شوية يعني من الفرع وجيت اهل المصالح اللي صار لهم 40 سنة مثل الاخوان اللي موجودين، واللي صار له 30 سنة، واللي صار له 20 سنة، وشبابنا اللي الآن يشتغلون هم وياكم يعني هم صار لهم 10 سنوات و15 سنة تقريبا. هذا يعني مشكلة انه الأحياء الصناعية، لأنه صارت هواية، لأنه صارت انتشرت، صارت حتى بالأماكن السكنية بالمناطق السكنية. بالضبط بالضبط. هسه التصليح وين ما كان بالحي السكني لازم تلقى لك فد اثنين ثلاثة يعني مصلحين، أو ممنوع، او المفروض ممنوع، بس المناطق الصناعيه تشتغل بها سياره. بس هسه بالحي السكني كل منطقه بها فيتر وبها سمكري وبها بنشرشي وبها تبديل دين، يعني هالشيء. اي 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 فالمصلحه صارت يعني والله تعبت، امانة الله تعبت. يعني انا مفكر حتى اغير يعني، امانة الله من 79 لحد الان يعني صار لي اكثر من 40 سنه اريد اغير، وما علمت ولدي عليها لان انا تعبت فيها. الله يكون بالعون. الله يكون بالعون. الله يديمك. الله يديمك. انا سعيد جدا بشوفك. انا سعيد جدا. الله يديمك يا حبيبي. جدا ممتن، جدا ممتن يا حبيبي. شوفوا يعني ابو المصلحه ولدي يغير مصلحته بعد 40 سنه، هذه صعوبه يعني، هذه مو سهله طبعا. يعني احنا الان نسولف عن قضيه مو سهله، من واحد متعلم على 40 سنه بمصلحه بعمل واحد وبمردود يعني بمردود شغل
معين بعدها التفكير بها انه يغير هذه المصلحه ويغير موضوعة المحل. وهذا المفروض ما يصير، يعني المفروض ما يصير، لانه الاهتمام بهم وبجانب التعامل اللي الان موجود معاملهم وقضاياهم اللي هي لازم تكون بالنسبه لهم محط اهتمام. السلام عليكم، قواكم الله، رمضان كريم مبارك عليكم جميعا. الله اخبارك؟ الله يخليك. الله زين. والله والديك شلون الصحه؟ والله الحمد لله. انتم شلونكم؟ زينين؟ انتم بخير وسالم. والله رحمه من الله. الحمد لله. صباغ مو ان شاء الله. شلون اوضحكم شغلكم؟ زين. وياهو ياهو اي اذا مو ياهو اي الحمد لله. وش نقول ما دام عايشين؟ الحمد لله. رحمه من الله. الحمد لله. والله والديك المصالح صارت هوايه وصارت هم متعبه وصار هوايه ناس دخلت على المصلحه واسعار اختلفت هم الاوليه ودولار وغيرها. هذا كله اثر طبعا، خاصه شغله الدولار. يعني شغله الدولار تعبانه حيل، من يصعد الدولار العالم حتى ارباحه مواد كلها تصعد. الاسعار هي هي، يعني جاك ابو السياره يقول لك انت ليش تزيد على السعر؟ على السعر تروح لابو المواد يقول لك والله القوطيه صارت من 6000 صارت 9000. يعني لا احسن احكي لك على حاجه واحده مثل المعجون يعني. وابو السياره يقول لك شلون قبل تلزم لعد بهاي الاسعار؟ ضال على الاسعار. زين احنا لازم ندور نفسنا، يعني نروح من مكاننا، يعني ماكو شيء متقدم. هذا يمكن حتى يخليك تفقد زبائنك يعني. طبعا لانهم راح يصير تعلم على سعر وراح تقول له بسعر اي ينصد وما يعرف. يقول لك لا يا باش يصعد الدولار، يصعد الدولار 2000 دينار وبالعكس قاعد يصعد بالخمسه من الخمسه وفوق. تروح قبل كنت تشتري قوطيه بشكل هسه تاخذها بشكل. تروح لابو الاصباغ تقول له يا باش دعوه ايه قال لك ولا الدولار. التجار شويه لعبوا على هذا الوتر لانه بيها نوع من الاستغلال. مصلحتهم مصلحتهم قياده، مصلحتهم هم فوق الكل. يقول لك انا لازم استفاد. الايجارات كلها صعدت، يعني هسه اقل ايجار هنا 400000 دينار. زين انت تشتغل تذبن للمواد، تذبن لك، تذبن لعائلتك، تذبن للايجار. زين هاي شلون راح تدور امورك؟ والدوله هاي هتسمح حسن؟ لا لا شغله بيك ولا اذهب انت وربك فقاتلا. انت وش انت والشارع؟ كنا نسولف على الشارع. اي هذا ايش قصه اللي الشارع مبلط واناره ومجاري بالورق. بالورق مبلط ومجاري وعلى اخر حبه، يعني بحيث تقول الصناعه الصناعه، بس هو على الورق مبلط وكامل وعلى حسب الاصول، بس على الواقع ما موجود. اللي سمعنا هسه نقول هاي الكراده، انا قبل شوي سولفت الكراده بس بالعجي بس من تجي حرامات. اي اي من تجي تباع على الواقع افراحها وهذه بس الشارع الرئيسي يمكن. اي تعمان عايش عوائل هواي. زين شارع حاك احنا كله على حسابنا. هاي كل شتاء ترى احنا نجيب سبويس من 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 هذا التبليط على حسابنا، يعني جبنا 5 سكسات 7 سكسات نبلط على حسابنا من كل محل 10 15 20 ونبلط على قولت اللي يقولون. اي وهذا هسه الشارع مبلط عند الدوله على الورق موجود مبلط رصيف ومقرنص وكهرباء ومي ومجاري اخر حبايه. زين واسم الكراده وانت بعد هاي مستشفى الواسط وهاي المحكمه واحنا شارع الكراده. اي مسودين والله لا الحلوه منا قلنا احنا بالكراده قلنا يعني مضبوطه شغلتكم. حتى هذا حتى اللي نبي يصلح من يسمع بالكراده هم يفلت. اي يقول لك اه بالكراده تصلحك بالكراده طبعا. اي تختلف بس هي لا ترجع علي نفس اللي. جدا ممتن وسعيد جدا بشوفتكم والله يرزقكم، وهذا الرزق ان شاء الله حلال لانه والله انا جيت قبل تقريبا سنه. اي نعم احنا هسه اكو شغله ما ادري نطلع بالاعلام ولا ما اطلع. اكو موده جديده يعني يشترون اراضي هسه مثل هاي القرار اشتروه الغاز من افنين هاي الفلوس شنو مصدرها؟ يعني هسه احنا كنا بالاخير اجى واحد قال يابا انا اشتريت هاي البنايه ايش قد ايش كم متر؟ ما تعرف 6000 متر ما ايش قد؟ تطلع هاي فلش ضرائب نقار شلون هسه هاي كانت هاي عوائل بيها ما تعرف هاي الماليه منين جت ما تعرف. يعني هسه احنا صار لنا عمر ما عندنا هيك ماليه صار لنا لا والله العظيم يعني فيجي هيك يقول لك يابا تعال ايش عندك عشاير احزاب دوله احنا شو تريد وين وياك؟ شو تسوي انت بعد هاي حال؟ من يكون القانون ضعيف ما تقدر لا تقدر تحكي وياه انت ولا انا اقدر وياه لانه قانون ضعيف وقانون ما يحمينا وهذه مشكلتنا. انا جدا ممتن طبعا هو ما راح اطيل اكثر لكن اللي حكوه واقع حال
وانا اكد اقول منيلكم هالامكانيه اللي تشترون، صرتوا تملكون مال ما يملكه الملوك. يعني بليله ويوم صبح هو كل شيء ماكو، بليله ويوم صبح عنده عقارات وعنده مساحات واسعه في قلب بغداد وبالكراده. هو هاي بغداد الكراده الجادريه زيونه المنصور الحارثيه اللي ملكونها الان مو اهلها، والله مو اهلها الان الملكيه مو لاهل اهل المنطقه واهل الناس اللي عايشين بيها، لا اللي ملكوها اصحاب الاموال اللي سرقوا البلد وسرقوا نفطاتنا واحنا عايشين بعدنا بالضيم. بس ان شاء الله حق الناس ما يروح وحقنا ما يروح ان شاء الله. تقبلوا ودي واحترامي انا ومحدثكم احمد ركاب وزملاء اللي يرافقون اليوم بهذه الحلقه، الزميل المصور علي فلاح ومساعد المصور الزميل ايضا مصطفى صادق. نشوفكم ان شاء الله باكر بخير وسلامه وصحه وعافيه ورمضانكم مبارك ان شاء الله. الى اللقاء.